مشكلة. أي أنت بيقول لك سكت سكت المفروض يعملوا لهم إعادة تأهيل، يعملوا لهم عملية تطوير، تنمية، ترفيه، أشياء، يعني يفرضوا معهم يكون في برامج فترات معينة من الدوام بعد يساعدوهم معهم ترفيه، غير عندنا بس الجانب يكون عنده الشغل واصل واصل إنه يدخل المستشفى. عيادة ومستشفى. آه. أصلا يدخلوا بجانب البزنس إنه يرحمهم هو هذا يعني نرجع معناها إلى تايلر. تايلر عندما اعتبر الإنسان كالآلة. أيوة. ما كانش في راتب، كان يعني يقاولهم مقاولة بالقطعة. معناها أيوة، يعني حتى الآن نحن نمارسها على فكرة فعلا. هنا الشعب اليمني هذه تمارس بشكل كبير جدا يعني. ما أيضا ما بالنسبة للجوانب الترفيه، بالجوانب الشخصية هذه أو الاهتمام بالذات ما يعطيش واحد نهائيا. كله بس مجال إيش العمل. المهم إنه في فلوس. بيشتغل واحد ليل بنها. إيش رأيكم أنتم؟ صعوبة الحياة. لا مع أحد. ممتاز هذا واحد أنا. طيب البقية يا شباب أنتم كذا من نفس الوقت ولا ممكن إذا في عمل ممكن تشتغل. بس أبو معانا أنا أخذ راحتي. والله معانا أخذ راحتي. أخذ المقارب ونصطلح أنا وقارب ونجي لهم دبال. معانا راحتي. نشوان أقول لك إنه يداوم طول الأسبوع معانا 6 ساعات الأسبوع يعطيها القوارب. قولوا. لأن في العيادة أو في العمل الوظيفي الحكومي كانت المهام تنجز بنسبة مثلا 50-60% بأبسط الجهد والوقت والوسائل. الآن مع وجود مرحلة الحرب هذه صارت تنجز المهام يعني بأصعب الوسائل، يعني أنت ممكن تشتغل الشغل 3 أضعاف وتنجز 40-30%، لكن زمان كنت تشتغل شغل بسيط وتنجز إنجاز كبير. وهذا الآن يعتبره الآن الكل دخل في دوامة العمل، الكل يبحث عن مصادر دخل أخرى، يعني رندمتي يعني صار في ضغط قوي على الشخص. طيب لو قلنا يا شباب في ربما يكون عوامل أخرى، يعني مثلا هنا نحن مثلا على سبيل المثال في محافظة تعز تقدر تقول مثلا إذا خرجت ترفيه ولا إذا خرجت نزهة ما تحصلش الأماكن المناسبة. أيوه. هذه أيضا من ضمن العوائق، يعني لو رحت برضو أماكن بعيدة يعني أبسط المقومات البنى التحتية غير موجودة. يعني انت هو معلش غير الضباط هو هذا اللي نقدر واضحنا ما في حتى الخدمات الأساسية هنا الخدمات الأساسية ما فيش وبالتالي ربما يا شباب ربما هي المعيقات المعيقات هذه ربما هي من ضمن الأسباب ما فيش أماكن ترفيهية وإن حصلت تدرج الضباب حتى أبسط المقومات مثلا التواليت هذه الحمام مثلا أشياء بسيطة اللي يحتاجها الإنسان أنت عندما تأخذ العائلة وتأخذ الأطفال أكيد يحتاجوا هذه الأشياء الأساسية وبالتالي تكون معوق من المعوقات يعني واضح هذه المتنزهات والمتنفسات في مدينة في محافظة الصيف ما أدري ليش المستثمرين ما يهتدوش إلى هذا الجانب رغم أنه إذا اتجهوا إلى هذا الاتجاه ممكن يحقق لهم مكاسب ضخمة. دكتور محمد الياس وتحصيل دليل. يعني ال شو اسمه في الضباب مثلا إذا اتجهوا يفعلوا مثلا حديقة كيف تحقق مكاسب؟ ممكن بالمشروع القادم هذا دكتور هو مطروح لنا بنعمل حديقة لمدة اعملوا يا شباب أنا شفت لكم طريقة أنا بعطي لكم طريقة يا شباب اعملوا شركة مساهمة. شركة ذات أسهم ادعوا لشركة مساهمة كلكم مش أنتم واستدعوا من المستثمرين معكم اعملوا شركة تأسيسية ابدأوا
إن شاء الله كل واحد يشارك فيها بمليون بمليونين بكم ما يقدر حتى ب500,000. خلوا مثلاً السهم ب500,000، خلوا السهم ب500، واحد بياخذ 5 واحد بياخذ 10، ويدعوا مستثمرين من الخارج أيضا اللي تعرفوهم وأقاربكم، وكلنا ويعرفوها للمجتمع أيضا، حتى المواطنين بيساهموا بهذا الدين ويبدأوا فيه. مش مشكلة لا نبدأوا يبدأوا الثقة موجودة خلاص. إيش رأيكم أنتم؟ ما تخرجوا من هنا إلا بهذا المشروع. إذا ممتاز المشاريع هي موجودة، صحيح موجودة كل واحد، بس هذا مشروع ضخم يا شباب. هذا المشروع حتى لو في معكم مشروع آخر بنصنع حديقة، بنصنع حديقة داخل الضباب قد حجزنا مكان هذا مشروع إن شاء الله مشروع بيمشي. طيب ونفتح باب المساهمة والأولوية للزملاء. شوف شوف على للأسف إنه محافظة تعز وصل يعني فكر لها أو وصل لها منتزهات ملاعب زي بقية المحافظة. ما كان في مدينة تعز تم بيع هذه القطع الأراضي اللي كانت كمنتزهات أو تم بيعها للمواطنين. فمثلاً تلاحظ نسبة إعمار السكن الشخصي في مدينة محافظة تعز ومدينة تعز أكثر من أي محافظة أخرى. فحرمت تعز من المشاريع. المناطق السكنية خلاص تجيوا لنا القطاع الخاص. المناطق السكنية أبناها ما تحتاجوا شيء لتعمل. يعني لو في تبع إن شاء الله الخيرين الأبناء أبناء البلد الخيرين. دكتور أبناء قد راجع أبناء صالح يا دكتور عندهم أقلب الله حصلت هم ما يشوف هالشيء يعني ما قدرناش حتى في مجال أنا إحنا وزارة التعليم العالي لو تشوفوا كيف في عمل إحنا في مجال الماجستير والدكتوراه رافضين يعني يفتح أي ماجستير أو دكتوراه في القطاع الخاص. يعني إيش تقولوا العالم كنت عارفين أن إحنا ندخل معهم بتفاوض. يعني ما هي المبررات طالما الكادر متوفر والخطط موجودة والبرامج الأكاديمية موجودة بشكل كامل، ما هو المبرر يعني؟ بالخاص ولا بالحكومة؟ بالخاص حتى يفتح الحكومة. طيب أنا عم بقول بالحكومة ما عندهاش كلية الصيدلة مش صعوبة الحكومة. أنا الماجستير الآن كلية العلوم الإدارية برنامج أكاديمي مش صعوبة يعني مش مشكلة يعني شوف التعليم دائما يا شباب أنت الجهد هو هي المشكلة، لكن عندما تخلي الناس يتعلموا وتنورهم بيبدأوا يفكروا مثل ما تفكروا بالاستثمارات بالتنمية بيوظفوا أيدي عالية ببلد بتطور وهكذا. هذا هو كله نوع من أنواع التنمية. أنت عندما تفكر مشروع هذا المشروع هذا المشروع كم بيوظفوا مثلا أيدي عالية وهكذا يعني واضح. فبالتالي التعليم العالي هذا أصبح مهم جدا يعني في كل الدول الا احنا في اليمن اللي هي عليك الماجستير يعني وصلوا بكالوريوس وكل وقت خلاص ما فيش اصلا يعني جامعه تعز الماجستير المفروض تكون هي السباقه بهذا الجانب. طيب التعامل كورتس تعامل هو ترحيب العاملين بكل الزبائن واحترامهم، ما يجيش بس فقط للناس الشخصيات الهامه. يعني لازم يعامل كل مثلا المرضى ولا يعني بغض النظر عن حالتهم يعني وصفاتهم او اتجاهاتهم يعني يعاملوا بنفس ايش؟ بنفس التعامل. هذا هنا ما يخص التعامل. المظهر ابيرنس ايضا من العوامل المهمه في الجوده مظهر. هذه المستشفيات مثلا يستخدمون مثلا الاجهزه التعقيم ايضا الملابس الخاصه يعني هل هذه موجوده ان شاء الله في الجوده ولا ماشي يعني كذا ان شاء الله يعني بالمستشفيات الان مستشفى مثلا الثوره ممكن يستخدموها لا ولا حتى بالخط انا قطع دقيق اتصلوا عندهم مشكله ان شاء الله بعدين قال القابلين غير الدكتور طبعا سمح المفروض الدكتور الصناعي للربط ولا الدكتور فلان روحوا المستشفى. اول ما خرجنا من المستشفى كثير بعد اخذنا سوريا يا محمد هنا الدكتور قال المستشفى صار نظيف
كيف بدك دكتور مريض؟ طيب احنا نفكر مثلا المستشفيات الخاصه يا شباب، هي تريد تكسب زبائن، يعني المظهر هذا والملموسيه والجماليه شيء مهم، يعني من حيث النظافه، نظافه المكتب الطبيب، المبرات، العلاقه الموظفين كما يكونوا، يعني هذه من العوامل المهمه يا شباب. انت مثلا ما تعمل لك مطعم، يعني هل معقول بتخلي العاملين كذا بدون نظافه بدون تعقيم بدون اي حاجه؟ كيف ينجح هذا الشيء؟ والله اطلب الله عليك يا دكتور من الايامات الله يسلم استفاد مطعم الله ومريك حاجة صوت الدافور هذا والباشير وطول يا عبد الرحمن من عام المشكلة الخاصة يقولون كمان انا اشتري اثنين لابتوب لانه راح يمكن اني بس اخر اشتري بس الاخر تمام يقولون الله اشتري فيديا وهذا اللي يجيب لكم مرة واحدة عنده معاكم فيديا 5 سنوات قد يكون سواد عادي أقول لك يجيني هيك معي أقول لك ليش بدي بس اللابتوب ودي يستلمه شهر ثلاثة ما يجي لك وهذه النظرية هي تساعد على إنه تقع الناس يربطوا في توحيد الجودة. يعني إحنا الآن عندما نتحدث عن الجودة نتحدث معناها إنه نركز على العميل بالدرجة الأساس اللي هو بالنسبة لمستشفيات المريض. طيب إذا طالما التركيز يصب حول المريض إذا لازم نعمل كل الأشياء التي إيش يعني ترضيه بحقيقة الرضا لهذا الشخص بحيث إنه يعني إحنا نعمل ضمن المنافسة وبالتالي كل الأشياء هذه من حيث الجودة لازم نطبقها من حيث النظافة من حيث الاعتمادية من حيث المظهر من حيث التعامل كل الأشياء هذه لازم تكون إيش مطبقة بالتفصيل وإلى الزبون اللي هو المريض بيتجه إلى إيش الولايات التي توفر هذا الشيء. بس الآن يعني كل لأنه عنصر الكومبيتنسي مفقود يعني المنافسة بسبب إغلاق أغلب الأقسام التجارية يعني الحكومية فصارت المستشفيات يعني المريض مضطر إنه يروح المستشفيات الخاصة فالمستشفيات هذه مع تبحث عن satisfaction of the customers مع تبحث عن رضا صارت هي المصدر الوحيد اللي تروح اللي يتلقي فيه الخدمة فهنا صارت تحمل معايير الجودة كاملة. طيب لا شوف هذه بس بتكون مرحلة إيش مؤقتة يعني الآن كأنه احتكارية كأنه احتكار مثل الشخص الذي يحتكر سلعة معينة يبيعها بالسعر الذي يريد سواء كانت ذات جودة أو غير جودة لكن بمجرد ما يظهر المنافسين للمستشفيات هذه ممكن يظهر نعم بوصل الشاحن بس من عندك شيء؟ قد أتى.